تحفة الأخرية. لا لا تحفة تتفرج عليه من جوه. يسموها باور انجن تدل على الباور. تدل لو هو ماشي بنفس سرعة القطر هيك ماشيين جنب بعض كده. الدلتا بزيرو. الزاوية دي تدل على كمية البنزين. ده يا باشمهندسين ده سنترونس جنريتور. اهو. وده بيجي بسرعة 3000 ار بي ام. عندنا في النص. وعندنا ده الروب. ده الاس بي ايه؟ وده مربوط مع دوت باساتي كل لسه خد جراوند بتدرج فيه. اه المجال دي يعني الاساتك. لو سيادتك ده جنريتور متوصل على تربينه بتدوره. جنريتور بديله حركه يديني كهرباء. متوصل على تربينه بتدوره. التربينه اللي بتدور دوت ها لو هتدوره بسرعه اكبر من 3000 مثلا ايه؟ هتدوره بسرعه مثلا ايه؟ 4000 او 5000 ها بتدور بسرعه 4000 ها برضه 3000 برضه. طب انا بحاول اوصل. طب امال ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مش هيدور بسرعه 4000 ولا 5000 لانه بموت اساسي كل اسف اللي كده. امال هيدور بسرعه ايه يا باشمهندس 3000؟ الباور انجل ايه؟ شكله هيبقى كده يا باشمهندس نايم سنه كده هيبقى عاوز يثبت دي الاس وده الاس وخطوط المجال مشدوده بالشكل ده دي خطوط المجال ادي خطوط المجال مشدوده. طب دي كده ميزه ولا عيب يا باشمهندس؟ والزاوية دي يا باشمهندس اسمها تاني. الزاوية دي جدا كل ما انا عاوز ادور بسرعة اعلى 10000 ماشي السرعة اعلى كل ما الدلتا دي مالها تزيد والماجنتيك فيلد ده يتشد. عشان كده سموا الدلتا ديت الباور اكتر. سؤال الباور هنا تنتقل من العربية للقطر ولا من قطر للعربية؟ يعني مين اللي بينزل باور؟ والتاني بياخدها على الجهاز. يعني هو بيفضل ثابت مكانه. هنا العربيه دي ماشيه بسرعه 500 كيلو والقطر بسرعه 100 ده شداه شداه كده شداه. الباور بتنتقل من مين لمين؟ من العربيه. ها؟ من العربيه. العربيه للقطر طبعا. اهو الراجل دوت كان القطر وانا عمال اشد واعرق كده نايم جنب وهو ايه ماشي براحته خالص. انا الباور بتنتقل مني لمين؟ فبتنتقل من العربيه للقطر. من هنا الباور ده هنا يا باشمهندس الباور هتنتقل من الروتور للستاتو ولا من الستاتو للروتور؟ ده بيشد ده بيشد ده عشان اسمه شد للروتور للروتور للستاتو. فده في السنترونس جنريتور ده في السنترونس جنريتور رقم واحد ان الروتور سبيد ثابته. الروتور سبيد ثابته مالهاش دعوه بسرعه التربينه اللي بتدورها 5000 6000 مالوش دعوه. الروتور سبيد ثابته تساوي ايه بقى؟ روتيتنج ماجنتيك فيلد سبيد وليكن مثلا 3000 ان اس يسموها دي ان اس مالهاش اي علاقه خالص بتاع ريموفر او التربينه اللي بتدورها. تاني حاجه في الجنريتور سنكرونس جنريتور هتلاقي الزاويه تبدا تيجي الموجه. يعني ايه الموجه؟ يعني في الاخر تبدا دي دايما متقدمه عشان عاوز ادورها بسرعه اسرع. طب الدلتا ديت هتلاقيها بالبوست. ثالث حاجة الباور هتنتقل من الروتور من الروتور اللي هو العربية إلى الستيتور اللي هي الروتور اللي هي البرايموفر اللي هي التربينة إلى الستيتور اللي هي شبكة الكهرباء. هتلاقي ساعتها الطيار ماشي كده طالع من الجنريتور للتربينه في حاله ايه؟ ان انا هدور بده سرعه اكبر من ال ان اس الروتيت الماجنتيك فيه مش هتدور. انا بحاول ادورها بسرعه. واضح الكلام ده؟ لو حصل بقى واحد بقى ايه؟ واحد عاوز يعمل في عرضه مقلب عشان يخلص عليه مثلا عاوز يخلص فهو
قطع الاساس يا باشمهندس. قطع الايه بقى؟ الاساس جوه ماشي بسرعه 500 كيلو فين؟ 500 كيلو في الساعه. اساس الموتور ده جاب 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 اموال جاب ما جتش قطع الاساس. ايه اللي يحصل في العربيه؟ ها؟ هتتدمر، هتتقطع في حتت مع الطره ده يبقى 100 حته. ماشي يا باشمهندس؟ ليه؟ يعني بقى السرعه الاساسيه بتاعته بقى خلاص 500 كيلو هيطير. ده اسمه يوسف فيه. اسمها ايه؟ ايه؟ دي الاساس. لو حصل ان الفيلد دوت اتقطع الروتو ده ياخد بقى السرعه الاساسيه بقى اللي انت سيادتك متواجد بيها هيتكسر حتت. ليه؟ مش احنا مش مصممينه على كده، مصممينه على 3000، مش مصممينه على كام؟ 10000 و20000. هنا يا باشمهندس اربعه لو حصل نص وكتير. لو فقدنا المجال الروتور سرعته هتقول الى ما لا نهايه. الجنريتور كله يتظبط. خلاص كده روح فين؟ ازاي احنا نفقد المجال؟ ازاي يحصل لوس اوف فيلد؟ ازاي؟ ها يا باشمهندس؟ ايه اللي يخلي المجال ده نفقده؟ ها؟ نفقده ازاي يعني؟ ازاي نفقده؟ بس ده يا باشمهندس مش بيتنا في المجال ده دوت عباره عن مغناطيس كهربي عامل كده يا باشمهندس. التيار اللي هنا ده اسمه اي فيلد. الردار ده كبر والفلتر طالع من هنا ده الفاي هيكبر. التيار ده سافر ها؟ الفاي دي هتظهر. قطعنا السلك دوت ما بقاش فيه تيار بقى الفاي اف بصفر. الفيلد ده يا باشمهندس ما فيش فيلد. حته حديده ترجع حته حديده ترجع. لازم نوصف فيه. دي كارثه. لو حصلت في جنريتور وهو شغال اتضمر. ليه؟ عشان احنا بندوره بسرعه اعلى بكتير جدا من سرعه الايه؟ السنكرونس سيستم. اللوز يقول لو حصل ان فقدنا المجال يعني الكابلنج دي الحمليه الكابلنج ديت لو قطعت ازاي تتقطع؟ تتقطع ان ده يا باشمهندس ده مش مغناطيس. ده حته الحديد عندي. لو حاطين اهو ده مغناطيس كهرباء. طالما في كنترول مثلا. لو قللنا المقاومه جاي التيار ده يزيد يعمل له فيرت كبير. نادي اول سيكشن الفاي تتناسب مع اي اف في المغناطيس الكهربي تقريبا ولا الفاي تتناسب مع اي اف. كل ما زود الاي اف الفود يزيد. اقل الاي اف الفود ايه؟ اقل الاي اف ايه؟ اكبر المقاومه اي اف ايه الفود ايه؟ شالوا فين؟ قطعت الاي اف ها؟ خليته بصفر خلاص ترجع حته الحديد عاديه خالص. يبقى مفيش كابلنج. يبقى عدد الاساتك ده اللي هو الماجنتيك كابلنج ده حسب مين يا باشمهندس؟ الاي اف. زودت الاي اف جامد عملت 1000 استك. قللت الاي اف جامد يبقى استكين ثلاثه. قطعته يبقى قطع خلاص الكابلنج المغناطيسيه. يبقى ده يا باشمهندس ده لو حصل وصل فيه وانا بدوره يحصل لي بس. في مشكله كام دوت؟ اسمك ايه؟ مكاوي. مكاوي ابوه غضبان عليه. فقال له هنجوزك ايه بنت عمك اللي في اسوان؟ بابا انا كارهها ما اقدرش ابص في وشها ابدا. هو لازم تتجوز عليا الطلاق ده تتجوز بنت عمك اللي في اسوان. طب خلاص بقى ايه؟ طالب مكاوي ان هو النهارده كاتب الكتاب فقام عمل ايه مكاوي؟ ها؟ ركب العربيه ابوه خاف زوغ على اسكندريه ولا اي حته ثانيه. فقال لما نعمل ايه؟ نربطه في القطر. نربطه فين؟ في القطر. فقام بقى مكاوي قال والله الجوازه دي مش نافعه. ها؟ والله ما ادفع 3 جنيه في البنزين. انفصل البنزين بتاع العربيه. انفصل البنزين بتاع الايه في الجسد؟ العربيه. وقام قال برضه انا بقى ما هجيبش عربيه تشيل العفش والكلام ده لا، حط بقى ايه؟ حط النوم والانتريه والحديد والاسمنت فوق العربيه. وانفصل البنزين بتاع العربيه. ماشي؟ سؤال مكاوي هيوصل بعد كام ساعه؟ انا برضو زي الثاني اللي كان بسرعه 500 برضو زي بالظبط. يعني سرعته كام؟ 100 كيلو. تعرف سيادتك ترسم عربيه مكاوي؟ ها؟ اتمنى انها الثانيه. ازاي تبقى بالسالب؟ ادي عربيه مكاوي. وادي الاساتك يا باشدود الواقع. وادي الزاويه ترجع يبقى بالنيجا دي. ماشي يا باشمهندس. مين اللي هنا الباور بتنتقل من مين لمين؟ ها؟ من القطر للعربية؟ ولا من العربية للقطر؟ القطر للعربية. ده السنكرونس موتور. ده اسمه السنكرونس موتور. ازاي؟
تأخر. تأخر. ده الاس ده ايه؟ ودي الخطوط بتاعت الايه؟ خطوط المجال مجهول بأربعة وديت الدلتا بالنيجاتيف. هل الدلتا هنا مش موجودة؟ ايه بالنيجاتيف. والبابا هتنطق الموجات المجنتيك فيلد عشان تتكهرب الى الروتور اللي هي الميكانيكا السنكرونس موتور. أول حاجة إن الروتور سبيد ساكت برضه زي التاني بس هنا الباور النيجاتيف تبدأ بالنيجاتيف والباور الترانسفير نيجاتيف والستيتو اللي هي شبكة الكهرباء إلى الروتور اللي هو الميكانيكي واحد حد يعمل خدمة في الكاوي ها؟ هنطلع الأساس الكاوي في مصر ها؟ إيه اللي يحصل؟ قطع الكاوي من التليفون ها؟ هيتدمر؟ نعم أمال إيه اللي يحصل؟ حلو أه حلو لو عملنا نصب فيل في الموتور والموتور بسبيد أنت هتقول إيه ده مفيش أي مفيش مشكلة في الموتور عندما تكون مشكلة كبيرة جدا في الجنريتور واضحة الكلام دوت؟ يبقى دوت يا باشمهندس السنكرونس سبيد قلنا يبقى السنكرونس ماشين او موتور ده ما اعرفش ده ايه الفرق بين الجنريتور والموتور هنا على القصص الجنريتور لو انا دورت الروتور بسرعه اعلى من السنكرونس سبيد ده السنكرونس هي مش ماشين ها جنريتور والباور تنتقل من التربينه اللي بتدور الى الشبكه لو انا ما بدورش حطيت حمل على الروتور هيدور بنفس السرعه بس هيسحب باور من مين مش هنسيب يسحب باور من الشبكه يعني اتجاه التيار الموتور يبقى ده اتجاه التيار الشبكه واضحه القصه ديت؟ ماشي يبقى احنا برضه اه طبعا طبعا مربوط يا باشمهندسه مساتي كلها سكت دلوقتي لا ماشي وضع عادي اقفل تحت مسكتيه دي جامد مسكتيه جامد يبقى ايه ماشي برضه معايا عادي مسكيه اقوى اقوى حط عليه كذا طن حديد يبقى ماشي معايا برضه مفيش اي تاثير ولا ايه؟ ستي كانت تشد شويه زي العربيه دي هي العربيه اتاخرت ليه؟ ما تمشي معايا برضه ما اتاخرت ليه؟ ما تمشي معايا جاب ليه كده ما هو لازم تتاخر مالي مش حط مش حاط عليها انت في قوام اكتر ماشي ده السنكرونس جينيتور قلنا والسنكرونس ايه؟ والسنكرونس والسنكرونس ايه؟ نسأل السؤال بقى ده لو العربية ماشية بسرعة 100 كيلو القطر بسرعة 100 كيلو والعربية ماشية بسرعة 100 كيلو الباور هتنتقل من القطر للعربيه ولا من العربيه للقطر؟ ها؟ مفيش باور الاثنين ماشيين جنب بعض مفيش اي باور هتنتقل من حد لحد لو احنا دورنا الجنريتور ده دورناه بسرعه نفس الروتيتنج مانيتنج فيلد سبيد نفس السرعه بالظبط ده ب 3000 وانت انا دورته برضه بسرعه 3000 الباور تنتقل من التربينه للشبكه طب من الشبكه للتربينه مفيش نو لود مفيش مفيش كده باور خالص تنتقل من اي حد لحد فلوتي وضع اسمه عين لان يعني انا بدوره بنفس سرعه الشبكه بالظبط يبقى مفيش باور لا بياخدها ولا باور هي مش مهندسه بيديها في الحاله دي. ماشي. اربعه ايه الانبوتس؟ سنكرونس جنريتور ايه الحاجات اللي احنا بنتحكم فيها في السنكرونس جنريتور؟ حاجتين هنا مثلا بنزين العربيه ده بتجيب بسرعه 500 كيلو والحاله الثانيه عدد الاسئله هنا السنكرونس جنريتور اللي احنا بنتحكم فيه حاجتين الباور الميكانيكال باور اللي بتديها للتربينه دي ميكانيكال عاوزين نزود السرعه قد ايه؟ ها؟ 4000 5000 6000 والحاجه الثانيه الاساس اللي هي الكابلنج مادة الكابلنج التيار ده يعمل لي فيلر قد ايه؟ كل ما زودوا يعمل لي كابلنج
كبيرة جدا ها او اقل دي كاونتر صغير لا مش نسيت بتحكم في حاجتين كده رقم واحد ميكانيكا الضغط الضغط بسرعه قد ايه؟ التربينه تحاول تشوف فيها السرعه بتاعتها بناء على ايه؟ الوقود انت بتدي التربينه وقود قد ايه؟ كل ما تفتح الصمام بتاع الوقود كل ما هي تبقى عاوزه تدور بسرعه ايه مش هتسيب اكبر فلازم ممكن تكبر. تاني حاجه الاكزايتيشن. الاكزايتيشن هو الفيلد. الفيلد هو الاي اف. ده بقى كبره او انقصه ده بقى زوده او ده ايه الاوتس بتاع السنكرونس جنريشن؟ ايه الاوتس بتاعته؟ ناخد منه ايه؟ او بتاع سينكرونس جنريتور حاجتين رقم واحد الالكتريك اثنين كيو ناخد منه باور كيو السينكرونس جنريتور كده مش هنسيب السينكرونس جنريتور ده اكيد متصرف كده دي ام دي ميكانيكال ودي ام كود فاصله قوي جدا تتحكم فيها تزوده وتنقص تقدر تسوي سكور او الاوت بتاعته دي الكتريكال والكيو طب انا عاوز ازود الباور الكتريكال اعمل ايه؟ ازود على طول الباور الميكانيكال يعني ده يساوي ده ده التنسيق يساوي ده ايه عاوز ازود الباور اعمل ايه يا باشمهندسين ازود الباور ازود البي ميكانيكا كل ما تزود بي ميكانيكا هي اللي بتطلع بتجي البي ميكانيكا بيطلعها بي الكتريكال ببساطه خالص ما فيش سيبك من بروسس حاجات بسيطه بدخل باور الميكانيكا تطلع لي بي الكتريكال عاوز اتحكم في الكيو يعني عاوز اتحكم في ازود البي دي ازود ده عاوز انقص ده طب الكيو عاوز اتحكم فيها عاوز مثلا كيو كبيره في الشبكه زود الاي سي عاوز اقلل الكيو اللي في الشبكه ها اقلل الاي سي الاي سي دي اللي بتتحكم في مين يا باشمهندسين في الرياكتيف باور ها خدناها قبل كده بس انت بس الاي سي اللي بتتحكم في الرياكتيف باور ازاي؟ رسمنا قبل كده في تو دايجرام هنجيب كده ده ايه؟ دي دي ده اكس ده 3 دي ده دي ديرمينال ده يا فيوتشر اكس اس انا جزء هنا الباور انا جزء هنا بيعبر عن الباور ها سي اكس سي اكس سي اكس ده بيعبر عن الباور ده بيعبر عن الباور انا جزء بيعبر عن الكيو ها بي اكس الكيو دي مجرد ولا سالبة؟ ولا فاكر الحاجة مش فاكرين ولا مجرد ها؟ انت ممكن تشوف غلطان مرة تيجي مجرد ولا سالبة؟ مش فاكرين الكيو دي اللي تساوي الكيو دي تساوي الاي وفاي دلتا ناقص الجي مضروبة في كمادة دي تاني دي كوزاي دلتا اصلا لو ده بي ده سي وده دلتا تاني دي كوزاي دلتا كام قصة ده كده على كده على ده الناس ده 50 على هنا دي كوزاي دلتا اهي دي كده دي كده دي كوزاي دلتا ها ناقص البي ناقص منها ده دي كوزاي دلتا اهو بس دي كده دي على دي يبقى اي اكس هي دي اللي بتوصل دي ناقص البي دي مش هي دي اللي انت الكيو دي تبقى صفر بس انا عم بجد انت الكيو دي تبقى صفر ايه بتعمل ايه؟ لما الاثنين دول يساووا بعض الحلقه دي اللي هي دي اللي دي دلتا لما تصل دي العمليه يبقى في كوزاي دلتا هي البي يبقى في الحاله دي الكيو صفر انت الكيو دي تبقى نيجاتيف انت مش مهندس الشمال
نمبر 1 في ديزاين ده لما بيشكل عامل كده ده في دي ديل ده في بص كده دي كوزاين ديل دي كوزاين ديلتا بص الموجود ده كده اصلا ده كده دي كوزاين ديلتا اصلا في مدينه الشكل ده الشكل ده مش مهندسي اهو ده ديلتا بريشر ده الكوب الجوستي الشكل ده هو ده كيوب زيرو الشكل ده هو ده كيوب بالنيجاتيف تعالى هنا في نفس الفيزو دايجرام نفس الفيزو دايجرام ثبت الباور ثبت الباور يعني الطول ده ثابت الطول ده ثابت الطول ده ثابت قلل الاي زائد زائد الاي دي قللها ازاي؟ ايه؟ قلل الفرق اول كروس سيكشن من الاي ديت تتنازل مع الفرق بتاع القانون 44% ده قلنا كده وبعدين ما نضيفش انا عايز ايه كبيره ها فين لو كتير يعمل ايه كبيره فين لو طب والفاي ده والفاي تتنازل مع اي اف هنا الكيب تتحكم مع الاي اف والاي اف دي تتحكم فيها مقاومه في المعمل كده بعد اصغرها واكبرها اتحكم في الاي اف قلل الاي قلل الاي قللها مع الحفاظ على الباور ثابته ارسم ارسم الفيزو دايجرام بتاعتك يعني الباور ثابته وقلل الاي بحيث ان نفس الباور يلا اتفضل ارسم اتفضل ها ها ادينا ايه في الجزء اهي اهي يا اخوان ركز معايا دي كده اي 2 اصغر من كيو 1 اي 2 اصغر من كيو 1 طب والكيو بتاع اي 2 بتاع الرسمه الثانيه بكام؟ بكام؟ بزيرو طيب ماشي يبقى الكيو قال لي الباور ثابت الباور بتاع التكوينه ثابته لما قللت الاي اف لما قللت الاي اف والكيو قلل قلل الاي تاني يعني ايه قلل الاي؟ يعني قلل الاي اف لما زيادة قلل الاي تاني الشكل ده عامل كده بس دي تلاتة دي تلاتة اقل من كده الكيو في الحالة ديت الكيو في الحالة ديت مش مبسوطين بالايه؟ ها؟ الكيو في الحالة ديت بالنيجا اول ما الكيو تبقى نيجاتيف لازم الجنريتور يفصل حاجه اسمها نيجاتيف كيلو فولت ما ينفعش يسحب كيو من الكام يكون سي ويشتغل لا احنا عاملين قواعد طبعا في نقاط تخش تطلع من المزاج طول الوقت لا تبقى يسال محدش زودت في الديني كان ايه اللي يحصل؟
الحاجة بغير واحد وثبت التاني. الحالة التانية لو انا ثبت الباور وغيرت في اللي هي مش منسيب في الجزئية. لو انا ثبت الاي اهي دي الاي ده الدلتا الجزء دوت الباور الجزء ده الباور. عاوز اثبت الاي نفس الطول ده اللي هو لايك كده واغير في الباور وعاوزين نرسم الفيلم ده يبقى كده ادي الاي دوت ثابت اهو ها ادي الاي ثابت فعامل كده بالمركب النقطه دي لو وصلتها كده اهي ادي الاي ديت ادي الاي ديت بس الباور زادت ولا ما زادتش؟ ها؟ زادت ولا لا؟ زاد اهي الباور بقى بص كده ده بي 2 اعلى باور. ممكن حد يقول لي فين اعلى باور؟ ماكسيموم باور فين؟ اعلى باور فين؟ هتزيد. المشكلة كام دوت؟ مرة تانية